وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بكلمة سامية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا بداية أن نرحب بالجميع وأن نهنئ رئيس وأعضاء الحكومة الموقرة بمناسبة تشكيلها الجديد استعدادا لمرحلة العمل القادمة. ويأتي تكليفكم هذا مع قرب انعقاد الفصل التشريعي الخامس الذي نتطلع خلاله إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبي تطلعاتنا الوطنية لبحرين المستقبل وطموحاتنا التي لا حدود لها لرفعة شعبنا الوفي واستمرار تمتعه بالحياة الكريمة وحصول على الخدمات اللائقة مع تحقيق التوازن المالي المطلوب للارتقاء باقتصادنا الوطني. كما نود بهذه المناسبة أن نشكر أعضاء الحكومة السابقة الذين نكن لهم كل التقدير لما قاموا به من جهود مخلصة ولما قدموه من أعمال جليلة ستكون على الدوام محل اعتزازنا، فلهم منا خالص التمنيات باستمرار عطائهم الكريم اتجاه البحرين العزيزة. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يبارك لكم مساعيكم وأن يوفقكم في حمل مسؤولياتكم التي أقسمتم على أدائها بالوجه الأكمل لخدمة الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة حريصة على المضي قدما في مسار التطوير والتنمية بما يحقق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله في هذا الجانب، معربا سموه عن الاعتزاز بما تفضل به جلالة العاهل المفدى من إشادة وتقدير برئاسة سموه للحكومة وأنها تقف خلف كل إنجاز حكومي ما يعطي الدافع ويزيد من حب البذل والعطاء لصناعة مستقبل أفضل للبحرين وشعبها، مشيرا سموه إلى العزم على الارتقاء بآفاق التنمية وجعل الإنجاز عنوانا للمرحلة المقبلة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تضع المواطن دوما في قلب اهتماماتها وتعتز وتفتخر بمواقفه المشرفة وتحرص على ترجمة تطلعاته وجعلها واقعاً.